أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطرم والأبكم والأبلة، هل هم مكلفون مثل غيرهم من المسلمين في الأمور الشرعية؟ كل عاقل فإنه مكلف بالواجبات وترك المحرمات، ولو كان إنه ما يسمع أو لا يتكلم، فإن الله يجعل فيهم إدراكا في هذا، ويعوضهم سبحانه وتعالى بإحساس وإدراك قد يكون أحسن من المبصر ومن السميع. فعليهم أن يتقوا الله وأن يقوموا بالواجبات ويتجنبوا المحرمات ويقتدوا بالمسلمين. نعم.